على بالك شنو هو الندم؟ الندم انك تراطي افير جابها لك الوكيل ايموبيلي، سورتو كي تعرف انه هاد لافير قطعة ارض في مكان شباب بزاف وبري مهبول. اروح تشوف الفيديو باش تعرف على واش ندم. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل ايموبيلي، عودنا ونيلا لكم بعقار جديد. هذه المرة جبنا لكم قطعة ارض ليكيب من واحد المكان مميز مميز جدا. ولاد سلامة ليكيب هذه المنطقة اللي فريمو راهي تشهد تطور عمراني كبير وكبير جدا، خاصة لما نعرفوا انه ولاد سلامة اللي راهي تابعة لدائرة الاربعاء بولاية البليدة راهي في بلاصة استراتيجية، مكان استراتيجي. راهي عندنا بزاف لي نوفيل فيل قدامنا، سوا مفتاح ولا بوينا اللي ماهيش بعيدة، ايضا الجي قريبة لينا البليدة. ولاد سلامة منطقة استراتيجية ومهمة جدا. جبنا لكم قطعة أرض ليكيب في حي الرميلي بلدية ولاد سلامة دائرة الأربعاء ولاية البليدة. قطعة أرض راهي بعقد ملكية ليكيب، راهي بمساحة 254 متر مربع في هذا المكان اللي راهو كلوتوري. عندنا الحاجة المميزة انه الحي هذا انا نشوفه بزاف ناس هي تبني في دي فيلا هنايا، كاين صور راهو صاير داير على الحي تاعنا وراهو مغلق، معناتها فريمو هذا التجزئة هذه المنطقة اللي انا فيها راح يسكنوها عدد معين من الناس وراهي مغلوقة. انا نشوفه الناس راهي تبني، معناتها المالك الجديد لقطعة أرض ويحب يبني هنايا راح يتعرف على جيرانه اللي راهم قراب ليه واللي راهي يكون عددهم قليل بالنظر للمنطقة اللي أنا فيها، لأنه فيها جدار صاير داير جدار عازل على كامل المنطقات اللي أنا فيها. حي رميلي اللي أو يشهد قلنا تطور عمراني فيه، رانا في بلاصة بعيدة على ولاد سلامة 3 كيلومتر وبعيدة على مدينة الأربعاء 3 كيلومتر، معناتها رانا في وسط ما بين ولاد سلامة والأربعاء في هذه المنطقة المميزة. شوفوا كيفاش مشروحة، اون بليس ما راهيش عالية بزاف وما راهيش هابطة، راهي في ربوة كنا نقدروا نقولوا، راهي في ربوة وين تقدر تبان لك منطقة ولاد سلامة اللي رانا نشوفوا فيها ويبانوا لك النسيج العمراني اللي هو معانا. ومن طون عندنا طلة إطلالة جميلة على الجبل اللي هو مقابلنا وين تبنى الطبيعة، معناتها فريمون ليكيب قطعة أرض ولا أروع، فيها 13 متر فاصاد. لا فاصاد اللي البرينسيبال راهي فيها 13 متر ليكيب في هذه قطعة الأرض اللي راهي ب 254 متر مربع، معناتها زوج إيران ونص، زوج إيران ونص بعقد ملكية، معناتها كل الوثائق القانونية راهم كاينين. اون بليس دو سا كاين هذه المنطقة، ما تقولوش بلي منطقة جبلية ورانا بعاد على المدينة، هنا كاين الغاز والماء والكهرباء وكاين أيضا شبكة الإنترنت اللي راهي قريبة لنا. فريمون ليكيب عقار يستحق الزيارة، يستحق الاهتمام، لأنه عقار كما هذا في منطقة كما هذه بسومة، دوك نقول لكم السومة تاعو على بالنا، على بالي راح تخلعكم السومة تاعو، لأنه فريمو أفير تاع لي زافير اللي دائما الوكيل الإيموبيلي يعودكم أنه يجيب لكم دي زافير كيما هذو. اليوم حبينا نجيب لكم قطعة أرض، نقترح لكم هذه القطعة الجميلة اللي راهي في حي رميلي بلدية ولاد سلامة دائرة الأربعاء ولاية البليدة، منطقة جميلة وجميلة جدا. هاي لك قطعة تاع الأرض تاعنا شحال شابة وما راهيش أكسيدونتي، معناتها ما راهوش عقار جبلي، معناتها تقدر تخدم فيه العقار تاعك وتبني فيه على اساس راكز وراكز جدا. انا نشوفوا بلي كاين بلوزير ايطاج لي في البنايات اللي راهي مجاوره لينا، معناتها الارض تاعنا راهي ارض مليحه وصحيحه ونقدروا نأسوا فيها ونشيدوا فيها البناء تاعنا على اساس صحيح وصحيح ومتين، خاصه لما نعرفوا انه هذه المنطقه رانا في سهل متيجه حي الرميلي بلديه ولاد سلامه دائره الاربعاء ولايه البليده. قلنا رانا بعاد على ولاد سلامه 3 كيلومتر وعلى الاربعاء ب 3 كيلومتر، معناتها كل حاجه قريبه لنا. الحاجه المميزه انه هذه المنطقه راهي قريبه لكامل المدن، الاربعه مفتاح العاصمه البليده كل حاجه قريبه لينا. البري تاعها راح يخلعكم ليكيب 250 مليون لقطعه الارض تاعنا. فريمو اجري وجري وخدش العرض راح يخلص، وعلى بالنا بلي بعد ايام قليله راح تتباع. يلا شكون اللي راح يكون من نصيبه قطعة الارض؟ رقم صاحب العقار تلقاه في التعليقات وفي الوصف، ومع الوكيل الايموبيلي دائما نجيب لكم لي زافير. سلام.